السلام عليكم. انا اختي ام مريم اللي جاني التحذير. عايزه اقول لك ان بيت مش مصممه خالص، لان اصلا مش عارفه مين الحد اللي جاي ده. مش ناقصين ادب حياتنا. بصي، ربنا بيحبك الحمد لله. وانا بحب قلتها كتير جدا جدا، ان الرؤى التحذيريه بحس انها علاقه طيبه ما بين العبد وربه، ان ربنا مش عايز يدخلك في علاقه مسممه بمعنى كلمة. فطبعا مش معنى كده ان انا بقى يجي لي هستيريا كده ان اي حد يجي يتقدم، لا ده هو ده، لا هتستخيري وكثره الدعاء هترفع لك الموضوع ده تماما. ربنا يرضيك يا رب يا حبيبي. طيب عندي حل للحل ممكن اقوله؟ امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. طيب حلمت بالممثل محمود عبد العزيز، الممثل المصري محمود عبد العزيز، زي كان ماتب له ظرف كبير بني وزي كان كاتب فيه يعني حياه، لا هو كان ماسكه في ايده وزي كان كاتب فيه مذكراته ومش عارفه ايه، وكاتب ان حياته حتكون في 2050 عسل، لكن هو اصلا ميت يعني. بعدين الظرف لايده في ايدي، مش فاكره بالضبط هو الدهولي ومين يعني كان عندي. وزي قمت رحت معرض كده، قمت عرضته من ضمن الحاجات اللي حبي يعني اللي كانت للممثل، فجاء مدير اعماله قال لي لازم تدينا الظرف ده، قلت له لا الظرف ده بتاعي انا، انا اللي ايده وهو بتاعي. قام شال الظرف. كم سنه دلوقتي؟ انا 28. 28 سنه؟ 28 سنه ايوه. لسه صغنون. الحمد لله. ايوه الحمد لله. حبيبتي ان شاء الله الظرف وقسم، امين ان شاء الله، ان شاء الله الظرف وقسم النص، هو اخذ تلتين وانا واخذت منه التلت غصب عنه. مش رديت اتنازل عن الظرف نهائي، اديته التلتين واخذت التلت. اخذتي؟ لا ثاني كده، اديتي له التلت. التلتين مدير اعماله اخذ التلتين من الظرف، انا قمت شلتها التلت. وانتي خدتي التلت؟ قتلت من الظرف. ونمت وحلمت تاني في نفس الحلم اني ولد بصرح لكريم محمود عبد العزيز، لولد اني بصرح له شعره، وكنت عايزه احلق له شعره، غمت ماما قالت لي لا ما مش فاضيين احنا. بس هو انت منين؟ انا من السودان. نورتي. بنورك يا حبيبتي. شوفي انا لسه كنت قايله لك حاجه، قلت لك حذري من موضوع الارتباط والحاجات دي كلها، صح كده؟ ايوه. وقلت لك استخيري ربنا قبل اي التلت والتلتين، قلت لي التلت اخدتيه صح؟ ايوه اخدته. التلت ده اللي هو بيبقى في المفروض ان احنا بنكتبه واحد على تلاته، تمام؟ ده مرحله طبيه لشخص هيجيلك في عمر التلاتينات، في عمر التلاتينات وقد يكون 40 سنه، يا تلاتينات او للتلاتينات او 40 سنة، ده بقى اللي هقولك عليه بنسبة 100% كويس. الحمد لله، يعني في حد كويس هيجي؟ خذلك اتقسم تلت تلت، الحاجات انت قسمتيها دي دول اشخاص. سبحان الله. هتاخدي افضلهم. شفتي بقى ربنا؟ الحمد لله خد الشغل راح. انت ممكن توافقي من اول واحد. لا مش حذرتني من ده، مش حوافق، احنا لسه مش عارفينه انهي، فعلشان كده استخاره. هتابع معاكي اول باول بس خلاص. صح كده. طيب انا عندي استفسار، عندي استفسار صغير. انا دلوقتي استفسار، انا دلوقتي متجوزه يعني مش مطلقه ولا ارمله، مش عارفه يعني هيتقدم لي هيحصل عليه ايه، يعني ما فيش تواصل نهائي، يعني الموضوع حينتهي مع جوزي ازاي؟ انا يعني مش بتواصل معه نهائي بقى. انت مقبله على حياه جديده وحياه افضل في كل حاجه، انت بقى ناويه على ايه؟ الدنيا هي اللي هتظبط معاكي، لان الحاجه اللي في الرؤيه اتقسمت، فانا شايفه ان حياتك هتبقى مقسمه، يعني عشتي فترة سابقة مع كذا، دخلة في حياة جديدة مع كذا، هتبقى دخلة معاكي في كده. بس برضو زي ما قلت لك، قرارات حاسمة زي دي وقرارات قوية زي دي استخيري. تمام. ربنا يخليك لينا يا مليك. بنورك ان شاء الله. بنورك يا حبيبتي، بنورك. يعطيك العافية. مع السلامة.